هذا العالم عاش قرونا من الحرب، لكن الآن السلام أوشك أن يحل. فقد يبقى أن نسلم الأميرة للمملكة التي خلف هذا البحر، حيث ينتظرها حفل زفاف سيخلصنا جميعا. فشلنا في هذه المهمة سيجلب علينا أياما حالكة السواد. تم اغتيالنا في هذا الليل، انهم يسعون لخطف اميرتنا. ساعدنا، احميها، ساعدنا. أعتقد حقا أن هذه المهمة ستجلب علينا أياما حالكة. لقد استيقظت على صوت الأمواج وهي تصطدم بالصخور. حينها أدركت أني لا زلت حيا. يجب علي أن أجد الملكة. السلام عليكم، يبدو أنك من الناجين من هجوم السفينة، صحيح؟ سوف تحتاج لملاذ، وما الأفضل لن يكون ديرا. ولكن ما فائدة الدير بلا إماء؟ هناك دير فارغ في أعلى التل تستطيع أن تأخذه. هل تؤمن بالآلهة الجديدة؟ أغلب الرجال يتبعون هؤلاء الثلاثة، الملك والفارس والقاضي. الملك يلهم الحكمة للرجال الذين يقودون، الفارس يحمي المحاربين في المعارك، القاضي يرشد الذين يحافظون على النظام. إذا قل لي، هل تتبع أحدهم؟ لا. إذا ما هي طائفتك؟ رجل من الجبال من جنوب ماركدور، من طائفة الحديد. هؤلاء لا يؤمنون بالآلهة، بل يؤمنون بقوة وصلابة الرجل. يحبون الحديد ويكرهون السحر. إذن هل أنت من طائفة الحديد؟ أنت إذن من طائفة الحديد. حظا جيدا لك، فلا آلهة هنا سوف تساعد. اقبل مني هذا الصنم الحديدي.
تحياتي أيها المغامر، هل عندك مهمة؟ إنقاذ الأميرة؟ أنا لم أرى أي أميرة هنا، لكن لا تفقد الأمل صديقي. إنه لمن الجميل أن تكون عندك مهمة. أتريد أن تعرف ما هي مهمتي؟ جميل، مهمتي هي غزو القصر الشرقي من هنا وأهزم حراسه وأذبح تنانينه. هذا القصر يجب أن يتحرر والتنانين يجب أن تقتل. أليس كذلك؟ وبعد هزيمة زعيم هذا المكان قررت أن أعود لملاذي لأستعيد قوتي وأقوي من عتادي وأستعد لما هو أعظم. فكما قال ذلك الفارس، المكان يعيش بالوحوش والتنانين. أملي وإيماني أضعهم في فأسي ودرعي وأيضا صلابتي، متفائل أن في الغد سوف أجد أميرة سلامي. هذا لو بقيت حيا للغد. لقد بدأت أفكر، هل عدم إيماني بالآلهة كان خطأ؟ أم أن حياتي التي جعلتني أخذ كل ما أرغب به يجعلني أرى الآلهة ضعفا؟ جعلت الآلهة يولد انشقاقا في أي مجتمع، والانشقاق يولد فوضى. ولو صدق وجوده فسيكون إله واحد، فمن المستحيل أن يرضى أن يحكم مع جماعة مثل قبيلتي يحكمون أشدنا بأسا. أنا مشوش الآن، سأتأمل قليلا وفي الغد نرى ما سيحدث.
touch this. You can't touch this. You can't touch this.